بعث رئيس مجلس القياده الرئاسي الدكتور رشاد العاليمي برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلاده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس علييف بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان التقدم والازدهار.